توقعات العلامة الأولى مواليد 23 أغسطس إلى 3 سبتمبر. قد يكون اليوم مضطربا، فمن ناحية الكثير من الأشياء لن تسير على رغبتك، ومن ناحية أخرى ستجد نفسك في مواقف صعبة بسبب من هم حولك. لا تبالغ في ردة فعلك، لكن حاول استعادة هدوءك وحاول فرض ذلك على الآخرين، وعندئذ سوف تخرج سالما من هذا الموقف غير السار. توقعات العلامة الثانية مواليد 4 سبتمبر إلى 13 سبتمبر. في الوقت الحالي أنت تعمل بصورة جيدة من خلال الفريق، وأنت مستمتع بذلك أيضا. حافظ على بيئة العمل الخلاقة هذه، لأن كل منكم سوف يحقق أهدافه الشخصية أسرع إذا تكاتفتم معا. حتى في حياتك الشخصية فسوف تشعر أكثر بالراحة في مجموعة عما إذا كنت وحدك. قد يساعدك هذا الشعور في التقدم في حياتك العاطفية والاستمتاع ببعض الرومانسية. توقعات العلامة الثالثة مواليد 14 سبتمبر إلى 22 سبتمبر. أنت الآن متفق مع ذاتك بشكل كامل، وتشعر بالتناغم التام في عملك. في حياتك الشخصية أيضا يؤثر ذلك على الآخرين، لما لك من علاقات قوية مع شريك حياتك والعائلة، مع وجود توازن جيد وصحي بين الأخذ والعطاء. حاول الحفاظ على هدوءك الداخلي، واستخدم هذا الوقت في الإعداد لأوقات أقل إيجابية قادمة. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.